شكرا شكرا. يعني في البداية نبارك لك هذا التكريم عن فئة العمارة والتصميم، ماذا يعني لك هذا التكريم اليوم في دولة الإمارات وانت ما شاء الله عليك انجازاتك اليوم تتحدث عنك ما شاء الله عليك؟ شكرا، ولا هذا تكريم رائع، مبادرة رائعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. الله يحفظه. هي مبادرة رائعة للعالم العربي ولدعم المواهب ودعم الإبداع ودعم الحضارة والعلم. وفعلا يعني هي بت بت يعني بتعطي أهمية كمان للتصميم اللي هو له دور كتير مهم، التصميم المعماري ببيئتنا وبعالمنا. نعم. إنزين، بما أنك دخلتي في التصميم وأهميته للبيئة ولعالمنا وعالمنا، خبرينا شو الأبحاث اللي سويتيها بروفيسور واللي هي مرتبطة بدراسة العمارة والبيئة، وخاصة أنك استخدمتي المواد الطبيعية وكنتي مناصرة للاستدامة. هلا من اعمالي، انا دائما اعمالي يعني كل شغل، كل هندسه هي عباره عن بحث، جميل. وكل مشروع بيعطي من خلال هالبحث بيعطي مثل يعني بحث ثاني للمشروع اللي جاي اللي بعده. فدائما انا بفتش عن بيئه للمشروع اللي حيطلع فيها العماره، كيف ممكن تنصت للمجتمع اللي قاعده فيه، تسمع للمناخ اللي هي فيه، وكيف فيها المواد اللي كنا نستعملها بالماضي تكون مواد مستحدثه ونقدر نستعمل التكنولوجيا اليوم لحتى نطورها. جميل. ومن جميل. اخر المشاريع قدمناها هي مشروع، اول مشروع عنده امباكت بوزيتيف، يعني انرجي بوزيتيف، تأثير الطاقة الإيجابي. صح، طاقته ايجابيه، وهو المنخفض بالكربون من انبعاثات الكربون. نعم. على البيئه، فهذا الشيء هو انجاز بفرنسا، وحاليا المشاريع اللي عم نشتغلها كلياتها بهذا النمط. يا سلام، جميل جدا. الله. يعني اليوم خلال لقائي وياك انا في متحف المستقبل وحتى خلال حضوري حفل التكريم لفتني ايجابيتك ما شاء الله عليك، تحدثتي عن مشاريعك، لكن اليوم السؤال بالنسبه لك بروفيسوره، شو هو ابرز مشروع معماري من بين ال 65 مشروع اللي صممتيها مو بس في الدول العربيه بل حول العالم؟ يعني كل مشروع له أهمية لأنه هو بيحكي عن بيئته، بيحكي عن المجتمع اللي قاعد فيه هالمشروع، وكيف ممكن يعطي أهمية للمنطقة اللي هو فيها. هلا من المشاريع القريبة لقلبي هي مشروع اللي عملته ببيروت، اللي هو برج سكني، وكمان في مثل منطقة للفن، يعني مساحة للفن بقلب هالمبنى. وهذا نعم. مبنى بيحكي عن ذاكرة بيروت، وبيحكي عن هالمدينة اللي تحطمت بعد الحرب، اللي كمان كانت عانت من جميع أنواع المشاكل مثل الهزات الأرضية، وبيحكي عن شو ممكن يكون دور العمارة بهيك منطقة.